هذا المعرض ولد نقطة تحول في الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية. حس إنه هذا المعرض ما هو زي أي معرض قبله، لأنه بيعطي حس متحفي للمتلقي. الأعمال اللي فيه كلها ليها مفهوم لحالها، وليها مفهوم من ضمن الأعمال الثانية في المعرض اللي تكمل مفهوم المعرض اللي هو سفر. في حاجة وفي تعطش للوسيلة هذه، لأنه بيعطي المرأة صوت ثاني تقدر تعبر فيه عن نفسها. من خلاله بيعبر عن مشاكل حقيقية بنواجهها في المجتمع، أحياناً ما تكون يعني مسلط الضوء عليها. فعشان المجتمعات الأخرى تقدر تسمع الصوت هذا وتقدر تفهم وتقدر تستوعب الوضع الحالي اللي المرأة بتعيشه. البيئة دائماً على تأتي أولاً في رحلاتي أو في مقدمة أفكاري بالأصح. كيف الرعاة مثلاً، وكيف يعني تصلنا الغذاء أو اللحم من خلف هذه الرعاة على طاولتنا، بمجهود كبير وصعب جداً من الرعاة الذين نراهم الآن معروضين في المعرض. أخذ معناه واسمه من الانتقال من مكان إلى مكان، أخذ اسمه من الرحلات اللي قاموا فيها الفنانين مع قيمي المعرض لأماكن مختلفة، وأخذ اسمه كمان من الرحلات الشخصية والخبرات اللي عدوا فيها الفنانين. حتى المتلقي بينتقل بين ثلاثة أماكن عشان يشوف المعرض، بيجي جولد مور، بيروح البلد، وبيروح مدينة الملك عبد الله، وفي كل مكان من هذه الأماكن بتكون خبرته وطريقة تلقي للعمل وانعكاسه عليه مكملة للأخرى، لكن بأسلوب مختلف تماماً. الشيء الجميل بالموضوع انه الفنان بتغليفه للمبنى بهذا الشكل عم بيخلينا نرجع ننتبه للتفاصيل الجميله والدقيقه بالمبنى. وقت الشمس بتطلع وبتنعكس اشعتها على الحيطان، على الجدران، على الشبابيك، نرجع منشوف جمالها ومنقدرها بشكل جديد. هي والالوان والاشكال عم تتغير بشكل مستمر. الفكرة إن حتى الأشكال الإدريلات النفط ممكن تكون يعني نوعا ما تشوفها كأخطبوط أو مخلوق من البحر. وإحنا دائما نفكر يعني كبشر إن البحر عالم ثاني، يعني ممكن يكون عالم خيالي، عالم يعني إيليان يعني. فأنا أحس إن أنا قاعد ألعب في كل هالأفكار، الأفكار المائية، العالم اللي ما نفهمه يعني. فأنا أحس بالمستقبل هذه الأشياء ممكن نشوفها كمخلوقات من البحر أو شيء غريب ما نفهم شنو هو بالضبط.
bullied at school for no reason. I am a happy child. Or so they say. I do all the things happy kids do. Or so they say. My grandfather's beach house. It is late at night. You see no sidelines.